Hızlı koştum, yavaşça durdum. Fark ettim ki bir haritam yoktu. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. لك كان رح يمشي الحال. يمكن هو مانو موجود بيناتنا. أنا هلا ارتحت بنتي. قلت لك يا بابا إنه يمكن يكون الرقم خطأ. قلت لي رقم خطأ. طيب رح أرجع دق. إجا؟ ليش ما عم تحكي؟ أنت عم تقلي حالك علي؟ احكي كلمة بس. لك احكي لك شي كلمة بس. هيك ما بصير بنوب. أنا رح سمعك صوتي بالأول لأنه أكيد اشتقتي لي كثير، ما هيك؟ لا، أنت عم تتدللي. إجا ردي علي. هذا أنت سيد سنان؟ لكان الرقم غلط. ممكن يكون حدا تاني؟ مين ما كان يا براك، أنا مليت من هاللعبة. يا براك، ايه بس قلك روحي بتروح. ليش؟ بس قلك روحي ما تطلعي وراكي. والله وشكله هالشاب الحلو معصب وكتير كمان، بس لازم تكون رايق هلا. يلا نقلعه من هون. اوه هالتليفون شكله منيح كتير. ايدك عنا ولا شو لتكون توجعت حبيبتك يعني؟ بعد لعب روحي يا براك. لا بقلك هيك خلي البنت تهرب. يلا يا شباب اهربوا بسرعة. علي ما تطلعي. على شو ما اطلع؟ انت بتدوخي من الدم، لا تطلعي يا براك. رفيق مش عارف اسير هيك لك، بعتوا لنا سيارة اسعاف فورا. تعالوا رفيق بسرعة، لك بسرعة يا الله. علي 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 اللي انت منيح؟ كل هذا صار بسببي انا، كل هذا بسببي. لا تقولي هيك، انا وعدتك من قبل ما حدا بيزعلك. علي انت عم ترجف، طلعت وشعرك كله مي مثل العاده.
ليك لا تقعد هون، يلا قوم يلا قوم علي، بترجعك قوم، لازم نروح، خلينا نقوم، يلا علي علي، يلا علي علي علي، لا تغمض عيونك مشان الله، افتحهم وخليك عم تحكي معي، يلا احكي احكي علي. ليك انا خايفة كتير كتير، خايفة عليك علي، تحمل شوي، علي علي فتح علي، بترجعك فتح عيونك علي. سيارة شاب مصاب عم ينزف مطعون بسكين، نحن جايين على الطريق، رح تكون الفرق مستعدة بمدخل الإسعاف، أنت وين صرت؟ تم تشكيل المسار مجدداً، مدة الوصول 3 دقائق. يلا يلا رح كون عندكم خلال 3 دقائق، كونوا جاهزين. علي 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 علي، بترجاك افتح عيونك، بترجاك افتحهم، يلا يلا علي. يا براك انتي لا تطلعي عليه، اهدي شوي ولا تقلقي، الامور كلها بخير. بسرعه الله يخليك، بسرعه استعجل اكثر، بترجاك انا بترجاك علي، كثير نزف كثير هيك الدم. لك بعيد علي، افتح عيونك يا ربي. لا نحن هلأ رايحين على المشفى، رح تعيش. النقالة، جيبوا النقالة بسرعة بسرعة بسرعة، يلا ساعدوني بسرعة بسرعة، يلا تعالوا ساعدوها للبنت، خدوها من هون يلا بسرعة. انتبهوا منيح على رأس المصاب لا يضرب بشي، في جرح ناتج عن طعن عميق كتير بفراغ الصدر الأيسر، خلونا نرفع المريض شوي شوي. انتبهي انتبهي على رجله، يلا بسرعة شوي شوي على المريض، عم أهلكن عليه، انتبهوا منيح لا تحركوا شوي شوي.
عن جد إنه غبي، رجع مسكه المدير مرة تانية. مشكلة عن جد، هاي المرة أكيد المدير ما رح يرحمه أبدا. ليك حزير شو، رجع دق له لعلي مرة تانية. دقيت بس ما نوع مرد، رح أرجع دق. استنى لنشوف. يا براك خلصينا، ردي بقى. ما عم يرد علي. هدول الاثنين كل ما اختفوا سوا بيكون صاير شي مشكلة، مشان تعرف يعني، بعرفهم منيح. بعرف أكيد صاير شي. إيجي أنت اطلعي. إيجي رح ضل هون، قولي اللي بدك تقوله قدامي. رح أحكي معك عن الكذب تبعك بالبيت. أستاذي أنا يلي قلت لها لحتى تخبي عنك. استنى أنت. ها؟ نشفتي دمنا يا خانم، أنت ليش ما عم تردي على تليفونك؟ شوف يا سينان يورو الماز. سينان شو صار لكم؟ شو فايتين على زريبة؟ ضاربين علي سكين. عم قلك ضاربين علي سكين. شو؟ ركضوا خلونا نشوف شو القصة. بدنا دم لأنه علي نزف كتير. يلا يا شباب. يا شباب ما في حدا منكم هون زمرة دمه قابة سلبي. أنا زمرة دمي قابة سلبي. ليش؟ يلا تعال معنا بسرعة. ساعدنا. لوين أخدينه سينار؟ لوين أخدين الشب؟ علي يا أنستي. أحكي شو بعلي. أخي عم يموت يا أنستي. وصلتوا لتفاهم لكن بأي موضوع بالله؟ لك الرجال كان رح ينتحر، شو كان فينا نعمل؟ برافو، يعني مجبور على هالشي. اي نعم، جبرتوا على الرقصة وعلى أحاديث الحب، ما هيك؟ بس بدكن حجة لهالشي. شو يلي بدك تسمعي جوليدا؟ مبين إنك ما رح تقول، لكن أنا رح أسأل هلأ. تيكين؟ ليكي هذا الموبايل مانو موبايل فيك تتصلي فيه كل ما خطر ببالك. علي، علي لساته عايش مو؟ ليش شبو علي؟ انت منيحة؟ ما راح يصير له شيء، انت بس ادعي له. علي ما راح يصير له شيء، رح نقضي ايام حلوه. انت اطلبي اي شيء مني، بعمل يلي بدك اياه. ما بدي اي شيء هلا. معناته اسمحي لي ضل جنبك، ما رح اتركك لحالك. انا هلا بس بدي ابكي مو اكثر.
هو جنبي، كنت نمت على كتفه وبكيت. بس ما نهون هلأ نحن مو مبسوطين، بس منقدر نبكي سوا. ما تقلقي، ما رح أقول لحدا إنك بكيتي. لولاك أنت ما كنا قدرنا نجيب علي لهون. شكراً كثير، الحمد لله أنك إجيت. هاد واجبي، ما فيها طويل. ما في بعد هلأ. علي العافية إن شاء الله. شكراً لك. شكراً كتير أخي. شكراً لك. لازمني كيس دم تاني، المريض نزف بشكل كتير كبير. وآبي سلبي معنا، ناطرين يجي من بنك الدم. وقديش بده وقت ليوصل يا ترى؟ عن جد ما بعرف. أنا شفت على النت إنه اللي زمرة دمه آ سلبي فينه يعطي الكل، وهي زمرة دمي. مع الأسف أنت ما فيك تعطي. كيف يعني؟ ممكن تستعجلي أخي، خسر دم كتير. حضرتك عبيت استمارة وأنت مريض من قبل، هيك نحن ما فينا ناخد منك دم، نعتذر. كيف يعني ما فيكم تاخذوا مني؟ لو سمحت لا تصعب علينا شغلنا. خلاص جوكان اهدى شوي. جوكان شو عم تعمل؟ لو سمحت يا سيد ممكن إنك تهدى؟ جوكان ما بيصير لك يا مجنون. اهدى شوي. ما بيصير تعمل هيك يا أستاذ. جوكان كرمال الله يا أخي. يلا اسحبي دم، بترجاك اسحبي دم. أنت مريض، إحنا ما فينا نسحب منك دم. شو يعني ما فيكم تسحبوا؟ كيف ما فيكم تسحبوا؟ خلص يا سيد، ما لنا تهدى. نحن ما لازم نترك علي هيك، ما فينا نتركه، بترجاكم. خلص بكفي جوكان. اهدى شوي يا جوكان، بترجاك ما بيصير هيك. أنا بوعدك بإنه كل شيء رح يكون تمام، وإن شاء الله علي بيكون بخير. أنا عم موت مروة. اهدى. علي لازم يعيش، لازم يعيش. رح روح. روحي سنان. كيف وضع علي هلأ؟ عقاب الفاعل فترة صغيرة، بس إذا مسك وقال إنه ندمان بيكون أقل، وإذا كان عمره أقل من 18 سنة رح يكون عقابه أقل. وإذا لقاله شي حجة قوية مثل كأنه تحركش فيه أو إنه تهجم عليه، وبيبلش يألف قصص من عنده، وفيه حط الحق علينا كمان. لا تفكر بهالشي هلأ. أنا شوي وبجي. لوين رايح؟ في شي مهم ولازم خبرن إياه. لمين؟ لا حدا منهم، شي مهم لازم روح يا إيجي. سنان إيجي ضل هون، إذا بدك تعصب عصب قدامي، وإذا بدك تبكي ابكي قدامي، ما تصير شخص تاني، لأنه أنا هيك حبيتك سنان. إيجي أنا مو منيح، شغلك ناقص. لا بقى تتصل فيني، حتى لو دورت علي ما رح تلاقيني. بالله كتير واثق بحالك. لا توثق هالقد،
ليك نفذ يلي بقوله، بدي اياك تيجي لهون وتكمل شغلك الناقص ومنسكر الموضوع. شو عم تخرف انت؟ اذا مسكوني رح يحطوني بالسجن بتهم طعن شخص. ايه شو ايه؟ بتعرف اذا مسكوني كم سنه رح انحط بالسجن ولا ما بتعرف؟ سعني. انا ما بفهم هيك، انا بفهم شيء واحد بس، هو انك تيجي لهون وتكمل شغلك الناقص يا اليوم يا بكره وبعدين بيخلص كل شيء. خلص اتفقنا، بس دير بالك انه تبلغ عني الشرطه. طيب اتفقنا، رح نعمل هيك. كون بحي اياز على الساعه 6، انا بشوفك هنيك ومنتفق. مين رح يجي لهون؟ لهون؟ هلأ فهمت عليك، كنت عم بحكي عن شركة ستي. في واحد صديقنا وهو نفسه المستشار المالي بشركة ستي، أعطيته شوية أوراق وملفات لحتى يشتغل فيهم لأنه أنا ماني فاضي هلأ. ورح يخلص الشغل؟ إيه لازم يخلص الشغل، الحسابات تلزمنا وفي شغلات مهمة لازم نسلمها بوقتها. شكراً إلك. اللي أنت اللي وصلت علي على المشفى؟ إيه كنا بمكان بعيد كتير، ولو ما كنا بعاد إنا وصلنا أسرع. منيح إنك صادفتهم. أكيد. شو كنت عم تعمل هونيك؟ يا طولا. نعم يا أمازونية. عالساعة 4:30 بشارع سير هيتلار، معقولة إلك علاقة بهذا الشيء؟ يا براك شو عم تقولي؟ ما فهمت. عم بحكي عن الدفتر الفاضي، إلك علاقة فيه؟ ما بعرف ليش أنتي مزعوجي مني. ما لي علاقة بشي. يعني بجوز تكون صدفة هيك شي. من حسن الحظ إنه لحقت بالوقت المناسب. إيه الحمد لله. كونوا قوايا، أنا هلا رح فوت لجوا، إذا كنت بحاجة لأي شيء خبرني ماشي؟ وعلي رح يتحسن. وضعه دكتور؟ قلنا فتح عيونه. قلنا دكتور لقلنا على عناية. قول شي منيح بترجاك. مع الأسف الجرح غميق كتير وكمان خسر دم. انت غلطان، أخي علي كتير قوي وبيتحمل. ايه هو بيتحمل. ايه صح، هو جسمه كتير قوي، لو كان حدا تاني غيره كنا خسرناه من زمان. الإصابة تماما بمكان تواجد الكلية اليمين، وهالعضو تعرض للضرر كتير، وغير هيك في نزيف داخلي. بس رح يضل عايش مو هيك؟ هلأ هو نايم، في عنا 24 ساعة حرجة، يا رح يرجع بيناتنا من جديد. ما في خيار تاني، رح يرجع، ما رح يصير له أي شي، ما رح يصير له شي. كونوا جاهزين لكل شي. بإمكان شخص واحد منكم يفوت لعنده لخمس دقايق بس، وضعه ما بيعني إنه ما بيسمعنا. جوليدا فوتي واحكي معه إذا بديك. إيه جوليدا فوتي لعنده، أنتي أمه. جوليدا خانو قولي له إنه ما يروح ويتركنا. ما رح يسمع مني، ما رح يسمع. لما كان صغير بيصير الليل وناديله بس ما كان يرد علي، وأنا كنت أقول له يا براك، كنت إلا قولي لعلي يرجع على البيت، ولما تقله يرجع يا براك يلا قولي لعلي يرجع على البيت. Mm-hmm.
يلا بنتي لو سمحتوا ما فيكن تبقوا كلكن هون، تفضلوا على الحديقة. لو هو كان موجود بيناتنا وشافنا عم نبكي كان رح يعصب كتير أو رح يتمسخر علينا. ايه بالضبط، لو كان موجود بيناتنا كان هيك رح يعمل. تتذكري بأول خناقة قلنا أنا وياك؟ أنا كنت حاول إنه أتقرب منك شوي شوي. لو سمحتي في حدا قاعد معك؟ ما بتشوف؟ بدك تقعد اقعد، انت ما بتهمني جوكان. طيب طيب انا رح اقعد بالزاوية، خلص عادي عادي. كيف هيك؟ شو عم يصير؟ امبارح كان اسمي على موبايلك حبي وهلأ لا تردي اثنين؟ دقيقة، مين لا تردي واحد؟ خطك الثاني أكيد. ليكي أنا ما قدرت أنساكي، بدي بس ما قدرت. مو كل شي بدنا إياه بيصير مروة، مثلاً بقول بدي صير جنتل شوي بس ما عم بقدر. لا هلأ أنت جنتل بس مو كتير يعني. أنت ما بتعرفي، أعطيني فرصة تعرفي علي. شبك أنت التاني بطلت تسكت يعني؟ أنت ليش عم تدق وتزعج البنت؟ لك هاد بابا. لك لا تخليني ورجيك العين الحمراء، أنا من عشيرة ما بتلحم حدا. هاد هاد بابا بابا. ايه يلا تعال تعال يلا تعال، شو رح يصير إذا جيت يعني؟ عم قلك هاد بابا. مين؟ بابا. كتير تشرفت بمعرفتك يا بيك، شكله نصيبي إنه أتعرف عليك اليوم. نعم؟ لا لا، أنا ما قلت إنه بدي ورجيك العين الحمراء لإلك، أصلاً أنا عيوني مانون حمر، مو هيك؟ أنا عيوني بني مو؟ وإيه فقلت بعطيك شوية معلومات عني. ما عاد في يرجع بالنقاش من هون. خلصنا جوكان. شو قلت؟ عشيرة ما بترحم حدا؟ أنا قلت هيك. إيه نحنا عشيرة بس ما عاد في مثل هيك عشيرة هلا ابدا، الكل هاجر وتفرقنا وكمان اخوالي يعني هلا ساكنين ببيوك شيك ماجي وهيك، قل لي مين بيعيش بهيك مناطق؟ قل لي. جوك هان كاريديمير، اترك هذا البطيخ من ايدك وحطه على الطاولة فورا يلا، وحاجة طقحنك خلص بكفي. شو رح يصير إذا اجيت يعني؟ لا أكيد أنا ما قلت هيك. لا حكيت. بالحقيقة هذا فضول حلو يعني، إنه شو رح يصير إذا اجيت حضرتك لهون؟ ها؟ بالمعنى هاد يعني، ما تفهمني غلط. يعني أنا كنت عم أقول أنا علي تيكالي أغلو يلي حكى معك من قبل شوي، الصوت ما له واضح، الشبكة سيئة بعرف. طيب تمام. رجال يعني على الأقل انحلت المشكلة. إيه أبوكي بيكون فكر علي واحد مو منيح مو أنا، ما بيعرفني هيك. بتعرف على أبوكي بغير وقت، ما بدك هالشي؟ بدك. بابا ما كان رح يسمح لنا إن نشوف بعض أبداً. كل هالشي بفضل علي. إيه صح. بالحقيقة علي له مواقف حلوة معنا كلياتنا، بتتذكروا؟ بكوس. لك شو عم يصير معك يا ابني؟ مفاجأة. أوغوس أوغوس أوغوس. كل عام وانت بخير. الله شو هي؟ هاي ملاحظات عيد ميلادك عصفوري أوغوز.
يلي إله أكبر محل بقلبي، الرجال يلي بيعشق البيتزا. عيد ميلاد سعيد يا براك. وهي من مين؟ عيد ميلاد سعيد ولا؟ أنا بحبك كتير يا غبي جوكان. ما رح أهنيك بعيد ميلادك، حتى أني بكرهك كتير. عم أمزح معك، منيح أنك معنا سينا. كأنه مبين عليك ما فرحت، شو صاير؟ شبك أنت؟ وما أكلت بيتزا حتى. شو يلي صاير لك؟ ما في شي، بس اليوم مخربط شوي. خلص ما في شي مهم، لا تشغلوا بالكم. شو شايفنا مو مهتمين أبدا؟ بس حابين نعرف شو الموضوع. الموضوع؟ صعب كتير يا ليك. ليك كيت أبتون جاي لهون، جاي كضيفة على مهرجان شبابي هون بتركيا. لا عن جد هذا طارح قلب. خلص لا تضحكوا علي هيك. كيت عنا عم تفهموا شو يعني؟ وأنا ما فيني روح لأنه ما في وسائل نقل غير من منطقة باك جيلار، ما في، والتذاكر خلصت كلياتها وما قدرت حصل ولا وحدة. ليك نحن حكينا مع واحد كان رح يجيب لك إياها. طلب منا نغسل صحون لأسبوع مشان تذكرة. ما بيصير شي من أسبوع يا أخي. ما قريت ملاحظتي؟ يمكن ترقص معها من وراها. علي! علي عم تمزح! لك أنت رفيقي الكفو! لك أنت كتير كفو يا زلمة! آخر شي كنت متوقع أني أمسك هالتذكرة بإيدي! أنا عن جد ما عم صدق! هذا هو علي تكيلي أوغلو! حبيب قلبي! ليك ليك ليك! شو في غمزة؟ والله! خلص تخيلوا خلص بعده عنه فعسوه. هو كيف كان؟ كان عاطفي ولا بيتباهى مثلك؟ لا بس إذا تباهى فبيتباهى بقوة، ما فيك تقومي من الأرض. شو كان يقول يا أوغوز؟ كان يقول رح تلاقي الشيء الممكن جوات المستحيل. موبايلي علوش عصفوري، وين شحنك انت؟ تعالي لورجيك، ما رح تلاقي. لك قلي وين انا بلاقي. ليكي هذا هو الغلط. شفتي وين رح تلاقي؟ يلا تعالي. خلص قدامي. لك عن جد وينه؟ قدام عيونك ما شفتي؟ ما شفته. ما انت اجيت مشان تساعدني، ليش واقف عندك علوش؟ ليش عم تضحك؟ مع الأسف مو اليوم. ما عم بفهم شو يعني مو اليوم. انا رايح. علي! علي! يا الله! علي ليش قفلت الباب علي؟ علي! افتح الباب! شو بدك احكي كلام كبير يعني؟ بساوي لكم مصيبة بهذا البيت ها؟ لك يا علي! يي علينا تضربوا ما أغلصكم، طالعوني من هون يلا! علي! لفت لي يا تيتان الصغيرة. عرفت انك رح تعملي هيك، افتلي على الشباك. طلعوا فيني، انا هلا رح افتل لعند الشباك ماشي، واذا رح تكونوا عاملين في شيء مقلب موني ياكل بنوب. سمعتوني مو؟
varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat isteyince denince vazgeçince güzel gereksiz kıskançlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat tartışınca anlaşınca sarılınca özel kalbim seni بتقولي خلوا السما تثلج بكل عيد ميلاد إلي من لما كان عمرك 5 سنين مشان ما نشتري لك شي. مفتاح الباب والظرف طلعي على الحديقة بسرعة وتمني أي شي أنت بتحلمي فيه. عن جد هذا الشي كتير كتير يا رفقاتي. إيه شو ما رح تجي؟ بلا جاي. Yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat acısıyla tatlısıyla paylaşınca güzel komik romantik yanları yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat dönüşünce sevişince hissedince özel kalbim sev. هو شخص منيح. ايه منيح. علي ما في مثله. علي له مكان خاص بقلوبنا كلها. هو احتمال صغير بس ممكن يعطي ردة فعل لحكيك ويمكن يفتح عيونه وحتى احتمال يحكي جمل قصيرة. بس شو؟ بس كل هاي الشغلات رح تكون عابرة لأنه تحت تأثير المخدر. الجمل يلي رح تسمعيها ممكن تكون جمل معقولة أو ممكن تكون جمل سخيفة كتير. انتي ورفقاته وعيلته كمان لازم تعرفوا معنى هالشي منيح. تمام؟ تمام. لا تطولي كتير عنده. باريش؟ طبعاً إذا كنت بتتجرأ. انت شو عم تعمل هون؟ كيف فتت؟ المهم اني فتت. عن شو كنت عم تحكي معه؟ ولا شيء. ما في شيء مهم. انت مين عطاك الاذن حتى تفوت لجوا؟ بإذن من الدكتور وعطاني هدول كمان. أنت بتقرب وشي؟ علي علي مو كأنه كتير نمت وين غمازاتك؟ أصلاً ما فيك تضحك إذا ما فقت وما رح يبينوا غمازاتك. لكان هلأ هي دقات قلبك. من وقت ما كنت صغيرة كنت حط راسي على صدرك وأسمع كل دقات قلبك. كانت حلوة كتير وقتها بس هيك ما أنا حلوة أبداً علي. بترجاك فيه
كلهم برا ناطرينك قوم. إذا أنت ما فقت أنا أوتي كلياتها بتروح بغيابك، وإذا هلأ أنت ما قمت فأوتي كلياتها رح تروح يا علوش، وما رح أقدر أعيش من بعدك. قوم يلا علوش. علي اسمعني شو رح قلك هلأ، وجعك غيمة ورح تروح، تعرف هذا الشي؟ أنا هلأ بدي أعترف لك بشي يا براك. يا عيني ليك وصاحب الغمازات الحلوة، يلا اعترف لي يلا. بتتذكري وقت يلي ضربك الأستاذ ونحن صغار؟ خدودك وجعوكي وقلبك وجعك أكتر كمان. وقتها كتير بكيت عن جد، وبتذكر أنا بهداك اليوم فرطت وما عاد قدرت قوم، وقت عيوني كتير تنفخوا وأنا خجلت من شكلهم وطلعت دغري على الحديقة. بتذكر هذا الشي علوش؟ تتذكر مو هيك؟ بتذكر. وبعدين إجا لعندي اللي أنا بدوب بغمازاته وقال لي إذا قلت يكون غيمة ثلاث مرات وقتها بيتحول وجعك لغيمة وبتروح دغري لعند اللي وجعك. كوني غيمة، كوني غيمة، كوني غيمة. هوب راح وجعي. راح أقول لك شي هلأ، اخترعت هذا الحكي لا تنسي بس. شو؟ هلأ أنت اخترعت كل هذا الحكي علوش؟ يعني ضحكت علي؟ بهديك الليلة أنا دعيت إذا قالت يا براك كون غيمة ثلاث مرات إنه ينتقل كل وجع لألي، ولساتني عم أدعي من قلبي. لساته بينفع بتعرف هالشي؟ بس ما رح ينتقل لألك. المهم ما يضل عندك. لا لا ما بينتقل لك، ما بصير. أنا هلأ دعيت قلت خلي كل وجع علي ينتقل لإلي أنا. يلا بترجعك قول كون غيمة، ولو أنا ما قدرت اسمعك ضل عيدة. كون غيمة، كون غيمة، كون غيمة. ليش ما عم تفي؟ مشان الله في علي، مشان الله في. Olmayan işaretleri
علي. علي 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 افتح عيونك، بترجاك يلا افتح عيونك ومسح لي دموعي، مالي غيرك علي، يلا افتح عيونك ترجع، يلا علي يلا يلا. طمنينا، فتح عيونه، فتحهم شوي بس المهم انه فتحهم. طيب قال شي؟ عمل شي ردة فعل؟ ايه قال نرجس وكمان قال ستي. جوليدا انت فهمتي شي من هالحكي؟ انا فهمت. نرجس اسم غنية، هاي غنية قال باي كرمان. بصغره ما كنا نقدر نقوم علي من تخته الصباح، كان يحط راسه جوات الحرام، ما كان يفيق إلا إذا سمع هديك الغنية. كان يفيق عم يحلم بريحة الفطاير يلي بتعملها ستو. يا حبيب قلبي معناتها مو مطول ليفيق. مبين ابني إنه بده شي، ويمكن شي أخير. أنا دورت على الغنية بس ما قدرت لاقيها. وأنا كمان. بس كأنه هي مشهورة؟ قديمة كتير، هو ترك شي. لا مستحيل إنه تلاقوها من هنيك. بس أنا برأيي إنه لازم ندور عليها. هي قديمة كتير. حتى لو قديمة، أنت دلنا على المكان. كنت اشتغل عند بياع، كان فاتح محل سيديات. بيوم من الأيام إجا ألباي كرمان وكسر كل السيديات. ما كانت انطرحت بالأسواق. أنا كنت آخذ نسخة منها من قبل، وطبعاً هي خربت من كتر ما سمعناها. بلكي السيد ألباي عنده تسجيل لإلها، أو منقول له يجي ويعزفها بنفسه. ما بيقدر لو بده هالشي. هي حكاية طويلة، يعني هي الغنية ما ممكن تيجي لهون، بس أمي فيها تيجي. طيب عندك شي طريقة لحتى نوصل له؟ مين قصدك، ألباي كرمان؟ إيه عندي، ونرجس يلي بالغنية. بس يا ترى معنا وقت لهالشي؟ عمي كل شي بيهون بهي الدنيا قدام حياة علي. طيب أنا هلأ ببعت لكم رقمهم هن الاثنين. جوليدا أنا لازم أحكي معك ومع عائلة كمان، يلا. طيب هديك الغنية لازم يسمعها علي. أكيد رح يسمع. أكيد رح نلاقيها كيف ما كان. علي كرمالنا كلنا، وكلنا كرمال علي. هن سرقوا شنطايتي؟ يا براك خبرتني. ايه هن. يعني هنن لحقونا بسبب هداك الدفتر، ولهيك هنن تسلطوا على ابني. كل شي صار بسببك انتي، ابني هلأ ملحوش بالمشفى بسببك. شو عم بصير؟ شو عم تعملوا؟ لو انتو ما رحتوا، لو ضليتوا ما كان صار كل هالشي. هلأ ادعي الله انه ابني فيه ولا. جوليدا بكفي بكفي، هلأ رح نروح انا وآيلة لعند امي. لعند امك؟ ايه، وانتي ما رح تعرضي هالشي. المرة عم تضل تقول وتعيد ايمتى علي بده يعرف. يا جوليدا بتقلي ما فينك تخطي عطبة بيتي بلا ما تيجي هايلة، وهلأ انتو رح تأجلوا كل شي رح تقولوه، رح تعملوه لبعضكم ماشي؟ لحتى يفيق علي. فهمتوا علي؟ أساساً لازم يضل حدا منا هون. أنا رح أبقى. رح نضل على الطريق شي ساعة، خلينا نروح فورا. ماشي.
هلا يا براك، معقول اخي تيكين ما له متذكر الغنيه؟ طيب ما حاول؟ اخر مره سمعها كانت قبل سنين، هو جرب بس العزف، بالاساس المقطوعه كانت بس لحن، رغم انه حاول كثير بس ما زبطت معه، ما قدر يعزفها. في واحد جاي، معقول هو؟ هو هو؟ اهلين فيك. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. شو بتحب تطلب يا بيك؟ مثلا نحن عنا بسكوت بالقرفة محضرينه كثير طيب، كمان عنا ليمونادة بالنعناع تازة وطيبة كثير. ما بقول لا، اللي بدكم اياه. معناتها رح احضرها بسرعة، تعال معي. شكرا. قولوا لشوف، شو هذا الشيء المهم يا شباب؟ عم بسمعكم. الباي بيك، نحن بحاجة للحن تبعك. القصة قصة موت وحياة يا بيك. الألبومات كلها صارت على الإنترنت، شو اللي ما قدرتوا تلاقوه؟ النرجس. أبداً، هاي لا تطلبوها. إذا كان الموضوع كثير مهم فأنا بعزف غنية جديدة. شكراً إلك، بس نحن بحاجة غنية النرجس. سيد ألباي، رفيقنا بالعناية المشددة وبدنا مساعدتك. ما بقدر أعطيكم إياها. ليش؟ أنا حبيت بنت، بس أبداً ما كان حب عادي، وكمان ما كنت بين لها الشيء، حتى كانت تعصب وفكرتني إنه بغار. وجعك مثل وجعي. بس أنا بالعكس بتضل من الصبح للمساء عم تقلي إنه أنا بغار عليها، بس أنا ما بغار عليها، عم بعمل هيك لأني بحبها بس. يكسر تمك على هالحكي جوكهان. جوكهان؟ هلأ بتروح بتوقف قدام المراية وبتطلع فيها وبتسب حالك، فهمت؟ عيب عليك قدام الرجال الضب. يا شباب، أنا ألفت لحن وسميت الغنية باسمها النرجس، بس هي بيوم من الأيام طلعت وتركتني، حتى احتجت مساعدة لأنساها، احتجت الأدوية والعلاجات. بس قبل ما ينطرح الألبوم على السوق، أنا كسرت كل الأشرطة وكبيتها كلياتها، شلت من عقلي كل شي بيذكرني فيها، نسيت هذاك الألبوم حتى الغنية كمان. طيب يعني نحن شو فينا نعمل لحتى تتذكر كلمات الغنية؟ حسب ما قال الدكتور تبعي إنه في احتمال كتير صغير. بالحقيقة ما كان في شيء اسمه نسيان، بالحقيقة الشخص بيحاول ينسى بس ما بيقدر، لأنه الأيام اللي قضاها ما بتنتسى، مثل ما عم قلكن. طبعاً هذا الشيء حكى لي يا دكتوري. لازم نجرب، حتى لو كان هذا الشيء مستحيل رح نجرب، ولا شو؟ زيليش، شوفي مين عم يتصل. نور حياة عم تتصل. استني والله رح رد وبهدلك كمان. عن جد نور حياة؟ اي نعم، اليوم موعد الذكرى السنوية لنلتقي. الو نور حياة؟ كأنه في حدا جنبك ما فيك تحكي، فهمت؟ هي زيليش جنبي يا روحي. ايش اشتقت لك كثير والله، بتسلم عليكي. ملكي، بعرف انه مو وقتها هلا، بس الموضوع سنان. ليكون فهم شيء؟ لا، شيء أسوأ. مين عم يتصل؟ كبست على رفض المكالمة بإيدي بالغلط. إيه بسيطة، أنا برجع بتصل هلأ، أعطيني. بس الموبايل طفى وكأنه فاضي شحنه. بس لسه من شوي شلته من الشحن، على كل حال رح أرجع حطه. إيه مشي الحال، شو هو الموضوع؟ كنتي عم تقولي إنه أمورنا معقدة. إيه صح، التعقيد ضعفين هلأ، صار عنا تعقيد جديد كمان. شو هو؟ سنان وإيجي على علاقة، طلعوا بيحبوا بعض وهنن عم يخبوا عنا هذا الشيء. إيه وشو رح نعمل هلأ؟ ما بعرف يا شباب. أولاً أنا عزفت ألحاني بجيتار كلاسيكي موديل 56 بأول بار غنيت فيه، مع العلم إنه هلأ هو صار كافيتيريا رح يبيعوه بالمزاد العلني اليوم. أنا تركت الجيتار، قلت على الأقل بلكي بينفع حدا، يمكن هلأ بيكون انباع. بأي كافيتيريا؟ هو بنفس السوق، ثالث كافيتيريا على ايدك اليمين. الكافيه تبعنا؟ يلا تعالي. ثانياً، ألفت كل ألحاني بنفس الحديقة، كنت أتأمل الأشجار الكبيرة، بس هلا مع الأسف رح يشيلوا الشجر ويهدموا المكان. أنو حديقة؟ الحديقة يلي بساحة الفرسان. طيب خلونا نروح. يلا. طيب. يلا. هلا أنتوا عم تحكوا عن جد؟ عن جد رايحين؟ إيه طبعاً. ايه نجي هلا لاخر شيء مستحيل. ايه كفي، كل يوم بروح لنفس الاماكن اللي كنت روحها مع نرجس، بس انا لسه ما شفتها ولا مره من 15 سنه. يا شباب، اللحن هو شيء متعلق بالمشاعر، انتوا مفكرين انه الواحد
بيعيش نفس المشاعر ويلحن نفس اللحن، شي سهل؟ ليكوا انتوا ببداية الطريق، الأحسن انكم تتراجعوا عن هذا الشيء. ماشي عمي، بس نحن ما رح نتراجع أبدا. شكرا كثير لك. هلا عن جد انتوا رايحين؟ ليكنا يا بيك، شو هاد؟ وين راحوا الشباب؟ ما بعرف ابدا، هن اختفوا فجأة. بشرب كاسة العصير على الأقل. شكرا لكم. صحتن وهنا يا بيك. شو صار معك؟ اتصلت بالمرأة ما ردت علي، بس معي عنوان بنتها منروح لعندها. ميتين وسبعين، في حدا بيزيد؟ شو رح نعمل؟ شو يا جماعة؟ في كتير عالم معجبين بهالجيتار، ونحن كمان معجبين بهالجيتار. ايه بس ما بيكفي. ايه معناته بننضحي. في مين بيزيد؟ 280. شو في مين بيزيد يا جماعة؟ 290 رح تروح للسيد رقم 13. في مين بيزيد؟ رفعت ايدك. عن جد مو منطقي انت. هي حلال علي يا أخي، أنا أكيد رح ضحي وآخذها. 300 رح تروح للسيد بسعر 300، مين بيزيد؟ خلص حاج هيك، نزل إيدك بقى، هاي صارت المزهرية إلك. عم يحكي على المزهرية؟ رح تروح للسيد بسعر 300,000، في مين بيزيد؟ 300,000؟ شو قلت؟ في مين بيزيد؟ السيد عطى 300,000. لا بس ثانية. 310,000 للسيد، عطى 310,000، في مين بيزيد يا جماعة؟ وقف شوي. وقف. 320,000، بتروح للسيد بسعر 320,000، مزهرية فخارة من القرن 18، بتنتمي للدولة العثمانية، هي قطعة تقيلة وغالية كتير. شو يعني؟ ما في هومي رح يحافظ على تاريخه وثقافته؟ أنا عن جد بستخدمها بشكل سيء كتير، أنا عن جد عم أحكي شبكه. في مين بيزيد؟ صدقوني. أخي، أنت شكلك كأنه رح ترفع إيدك، يلا ارفعها لشوف، يلا ارفعها، يلا يا أخي، ارفعها شبك أنت. في مين بيزيد؟ 330,000 السيدة دفعت، في مين بيزيد؟ ايه هيك ها؟ هذا هو. 340,000 السيد دفع 340,000، في مين بيزيد يا جماعة؟ إن شاء الله تكون مبسوط. أنا رح بيع، رح تنباع القطعة. أخي ليك كأنه جاكيتك مشلوخ. والله عن جد. ايه من هون؟ بتروح بسعر 350,000 لصاحب الرقم 12. لك بس أنا ما. أنا رح بيعها، أنا بعتها. منيح وأخيرا. يا أخي تعال هات بوسة. مبروك، تتهنى فيها. روق يا أخي روق. تعبت كثير أنت. يا جماعة الخير، المنتج يلي رح نعرضه هلأ للمزاد العلني هو قطعة نادرة كتير، جيتار كلاسيكي إنتاج 56. قولتك رح نقدر ناخده؟ تركي علي، اهدي بس. الشي عنا، عنا أهم ميزة فيه لهذا الجيتار تلحين موسيقى الأسطوري الباي كارمان، ألحانه كانت بهذا الجيتار نفسه. رح افتتح هذا المزاد برقم رمزي، منبلش بألف ليرة، وبعرف إنكم رح تعطوا هذا الأثر التاريخي الرائع قيمة بأضعاف مضاعفة. وهلأ مين بيزي... شو عم بيصير؟ شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ في شي يعني؟ شو هالقصة هاي؟ يا الله دخيلك، عن جد؟ شي غريب؟ عن جد شي غريب؟ يا الله دخيلك، شو هالقصة هاي؟ لك شو عم يصير هون؟ عم يصير شي بس... شكله في حريق. حريق يا شباب، حريق. 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 يلا هربوا هربوا. لك آمي طلعوا من هون. لك يلا اطلعوا بسرعة. لك حريق اطلعوا. لك يا عيني عيني، أنا ما عم أقدر شوف شي منيح. عم شوف. هاتي كفك. قولوا لي مين يلي عمل هيك. كان في هون واحد قصير بيحمل رقم واحد ما بيليق بعمره، بس ما فهمت. المهم هلا خلونا نكمل. هي يلا بفتح المزاد بألف ليرة، في مين بيزيد؟ بيروح للسيدة هون بألف ليرة. تعالي لهون حبيبتي، برافو عليكي. بيروح للسيدة بألفين ليرة، عم بيعه، رح بيعه، يلا بعته. اعطيني هاي من إيدك لقلك، أنت ليش عم تعمل هيك؟ مشان ما ينباع بسعر رخيص هالقد. بس أنت معك مصاري لأنه أنا ما معي. مو متغير شي ابنه، أمك لساتها بتحبك. شو اشتقت تشوف هالبيت؟ راح تشوفيه بعد شوي.
أهلين وسهلين تيكين بيك، تفضلوا. والله طلعت بتعرف الطريق لهون. اي لك انتي ماما. اهلي. يا درا بتسامحيني يا امي؟ هلا منشوف. يلا فوتوا فوتوا لجوا. حبيبتي يسلموا بنتي. خبرتوا علي ولا لا؟ لا لسه ما قلنا له أمي. ايه وإمتى رح يعرف؟ أمي أنا قلت لك إمتى رح يعرف؟ الموضوع غير هيك. لا وهذا الموضوع هو أهم شيء. يا ترى وقفتي قدام ابنك؟ ايه ضميتي وشميتي ريحته؟ قلتي له كلمة يا ابني؟ لا ما قدرت. وينو حفيدي هلا؟ لك احكوا شبكه؟ احكوا وينو علي؟ علي هلا بالمشفى بالعناية المشددة. مثل اللي عم يدور بالصحراء. شكرا كثير لك نرجس خانم. القصة خلصت وراحت الغنية، شو رح نعمل؟ كل الطاقة السلبية اللي عندك عطيتني إياها، قليلة هي؟ الله يسامحك بس. صحي، عطتني بنتها للمرة هذا الدفتر وقال بجوز إنه ينفعنا. كيف يعني؟ طلعي على هالصورة، مين بتشبه؟ مو معقول الأنسة نازان. ايه معك حق الأنسة نازان. في شغلات مثل المذكرات يمكن. باريش تعال نروح من هون. صرتي عم تقولي لي باريش؟ شو ما عاد فيها طويل؟ ايه ما عاد في. يعني طول ما أنت قاعد آدمي ما في طولان أبداً. طيب باريش منيح منيح، يعني هاد اسمي وأنا كتير بحبه، بس تناديلي باريش بيكون أحلى. عم قول إنه ما نخبيه جواتنا. ما فهمت، مثلاً شو الشي اللي ما في نخبيه جواتنا؟ قول. يلي ما رح نخبيه جواتنا كلمة حبي، وإذا قلتيلي هيك أنا أكيد ما رح انزعج ورح كون مبسوط. والله؟ إيه والله. طلع فيني منيح باريش، أنا صبري إلى حدود ما تختبرني. إيه؟ طيب طيب تمام أنا بعتذر. حبيبي حبيبي ممكن؟ عم تقولها؟ حبيبي بتطلع من تمك بتجنن. باريش ليك أنا بلشت أعصب منك. ها أنا عم حذرك بكفي هيك. يا براك قولي مرة بتتعودي علي. أنت طريقك مانو منيح أبداً. بعرف طريقي مو منيح وصعب كتير كمان ومليان مشاكل. طيب لك عن دور ورجع بسرعة من هنيك. إيه بس أنا حابب المنظر لأنه كتير حلو. باريش عيونه. أنت شعرك أصفر وجلدك أبيض كمان. إيه يلي شايفته أنه أنا رح فرق الأبيض عن الأصفر ورح أطبخك بالزبدة. إيه 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 مثل ما بدك. أصلاً أخذت جوابي. إيه نحن عنا شغل كتير، خلصني بقى. لا لا مستحيل، حفيدي قوي كتير وبيقوم منه، أكيد رح يقوم. أمي
يلا نفوت على المطبخ ونعمل الفطاير بسرعة بعدين منروح على المشفى. منعملهم أكيد، بس يا ابني إيدي ما عادوا مثل قبل، عم يجعوني كتير وما عم بقدر أتحكم فيهم، جسمي كله ما عاد مثل قبل. بس أنا ما مثل صحيح عم ضل بالتخت، بس مخي كله شغال. يلا على المطبخ يلا. ماما قلي لي انتي وين موجودين المواد وانا بناولك ياهن. ماشي يا روحي، الطحين ليك وقدامي وانتي طالعي للبيض واللبن من البرات. لازم تكونوا أقوى يا روحي، نحن عنا شغل كتير، لسه بدنا نحضر الفطاير لحفيدي. يلا يا عمري يلا بنتي، عطيني جات كبير. ليكو هون فوق، ليكو عرف. هاتي استني شوي أنا بنزله. شكراً لك. العفو ولو. لك دفة التقطيع هون. تمام. ايه دليني وين الشوط. يلا رح لاقي لك اياه. لا ما فيك تضل عم تتفرج من هنيك، يلا تعال ساعدنا. انا شو بفهمني بالفطاير؟ ايه بتصير بتفهم. يلا عنا شغل كتير. يلا ماما بشيل الغراضي اللي على الطاولة. ايه شيلي كل شي من فوق لنحضر المواد بنتي. ايوه شكرا لك اخي سيفو. تمام. الاخ سيفو عنده دكان بزاويه الحديقه، عم يقول انه لسه ما حدا اجى. لا اللحن موجود ولا الغنيه موجوده كمان، خلونا نلاقي غير شيء. نحن ما لازم نترك اخونا لو شو ما صار. طيب بنعمل شيء ثاني يا جوكان. يا الله الواحد بحب لحتى يرتاح، وانا حبيبتي بدها تجيب لي الجلطه لإلي. نحن ما عندنا وقت يا حياتي، ما عندنا وقت بنوم. ليكي معلش تقلبي على الصامت شوي وتعيرينا سكوتك مروة، لأنه رايحين نتخانق مع اللي بدهم يهدوا الحديقة. رح تصيري بنت مشكلجية وعملي حالك متعودة على المشاكل لدقيقتين بس. رح تصيري بنت مشكلجية بس عم تدافع عن الحق. وإذا ما صار هيك تكذبي لك شي كذبة يعني. إيه شو رح يصير من هالكذبة يعني؟ ما حدا رح يموت. طيب بس أنا مثلا شو لازم أحكي؟
مثلاً قولي إنه بابا مات. قولي كان بيحب هالمكان كتير. خلص خلص ماشي فهمت، بس كيف مات هو؟ قولي ما اتخنق. ايه فهمت، بس قلي هو كيف اختنق؟ قول. ما بعرف، قولي كان عم يتخانق مع حماته ولمت العالم عليه وخنقته قدام الكل، قولي كان عم يتحمم وغرق بالبانيو، قولي بكاسة مي غرق، شو بيعرفني؟ شبك يا مروة ما عتعرفي تكذبي يعني؟ خلص ماشي مثل ما بدك، لا توترني أكثر من هيك. تمام، أنا بحبك كثير، بتعرفي هالشي مو؟ خلصنا يا فهمنا. بأسوأ الأحوال منتغابى. ما في مشكلة، أنا علي اتغابى قد ما فيني، حتى أنتم ما رح تعرفوني. ثاني. عم يتصل. نعم أخي سيفو. شوفي شو قال لك. تمام أنت الهيون شوي أخي، نحن جاي بينو تبع البلدية. يلا ركضوا ركضوا. قديش بدنا وقت على الطريق؟ بدنا وقت شي ساعة تقريباً إذا ما في زحمة. لا هيك بتبرد الفطاير، ما بدي حفيدي ياكلون باردين. هونيك بالمشفى في مطبخ. إيه كتير منيح هيك، نحنا منسخينا شوي إذا بردت وبتطلع ريحتها طيبة. هو ما بيقاوم ريحتها. وقت كان صغير كان يفتح عيونه الصبح ويقول لي وين الفطاير يا ستي؟ رح يرجع يفتحهم إن شاء الله. يلا يا أمي. يلا. ابوس ايديك هون، لا تهدوها. يا ابني قوم حاش تبكي، انت مانك صغير، خلصني قوم. يلا اسمحوا لنا انه نكمل شغلنا يا شباب. يعني كلهم شوية هالخضار اللي بقيانين هون، يعني هالشي مو منطقي. وحتى نحن كمان حكينا نفس هذا الحكي. كيف يعني؟ اغلب الاماكن جافة، رح نهدمها ونحولها لمشتل ليصير فيها خضار اكثر. والاولاد وين رح يلعبوا؟ قل لي الاولاد وين رح يلعبوا يا سيد؟ هلا هي هي المشكلة، الحديقة فاضية، الاولاد بهي المناطق قليلين وهن بيلعبوا بالحديقة اللي جنب هي. هذا اللي طلع معي شو عمي؟ طيب شو مشان كل هالهدوء والجو الحلو؟ لا تهدموها. نحن ما فينا علينا انه ننفذ الاوامر بس. صراحة بس انت هيك ما سمعتني، لو سمعتني كنت فهمت علي. حتى لو ما كان هذا الهدوء موجود يعني شو مشان هي الورود؟ وهي الريحة الطيبة؟ وينهم؟ كل هالتراب لازم يتغير. أصلاً هاي الحديقة ترابها مو منيح، شو بدي أقول لمديري؟ لك أنت قلقان من هالشي، احكي من ساعة يا أخي، أنا بعرفه منيح. الأخ شرف، شرف الأصلع. يعني أخي أنت لا مانك أصلع يعني، بس هي عظامك ضخمة شوي. لا شو كانت بقى؟ هي زيادة بالهرمونات يعني، فهمت علي؟ طالع بيشبه جودلو تماماً. حتى شعر ديكابريو بهر، انت لا تقلق. اصلع اريح لك، ما بتتعذب بتغسيل شعرك. شبكك هان غيران من الزلمه، هلا روح لعند الحلاق وحلق مثله بصير اصلع. اصلا انا يا ريت صير اصلع، والله اريح بكثير. تمام تمام، هي الحديقه للاولاد، انتو شو دخلكم فيها؟ يا اخي انت ليش بتحكم على الناس من منظرهم يعني؟ انت اذا بدهم يحاكموك على منظرك بحطوك بمجله المعاقين. ليك لقلك، هدول الشباب كثير مهتمين بحديقه الحي، ليش يا ترى؟ حلال عليهم هالشباب. ليك عمي انا بكره بذات نفسي رح اجي لهون لنظف كل هاي الحديقه شبر شبر، رح لم كل شيء ورق فيها، رح ادهن المقاعد كمان، رح ساويها جنه بسيطه. هي بتلزمنا بس مشان اليوم، يوم واحد بس. يوم واحد اذا بتريد. لو سمحت. يا ترى وينهم لهلا؟ اهدي شوي شوي وبيجوا. علي انا كل شي بعلي بحبه وخصوصا غمازاته بموت فيهم. انا واثقه كثير انه هو رح يفتح عيونه ان شاء الله. اليوم المسا رح يفتح عيونه. رح نعمل شغلات وقت يفيق علي؟ ممكن. شو رأيك بهي؟ بيناسبني، فكرة حلوة. بس ما رح اتحط ولا تعليق بنوب، ما بقدر العب على ضوء الشمعة. والله
انت يلي حطيتي تعليق، شو هاد بالضبط؟ فيك توضحي لي؟ هاد ألم. ألم؟ يعني هو شي بيتعلق بالمكياج، يعني هو شي لمكياج العيون يعني. أمي الملكة بتضايقني وبتقلي حطي منه. وبتحطي منه؟ ايه بحط منه، كمان بحط تلج على رقبتي هون وكولونيا على معصم ايدي. أمي بتضايق من هاي الحركات، بتعصب بسرعة وبيطلع الدم لراسها. أنا ما شفت هالشي، معناته حبتني. ايه انبهرت فيك. ايه وشو يعني إنه حبتك؟ هي ما بتحب غير حب أعمى. أما بابا لقى رجال بيشجع فريق كارشياكا، هذا كتير ناسبه. وانت كيف كان الوضع عندك؟ يعني ستك من اي نوع من الاشخاص؟ رح اقول لك من اي نوع. يعني لا تواخذيني، انا اول مره حدا بيسالني هذا السؤال. ستي انساني منيحه، بس هي عندها أوامر وقواعد كتير ولازم إنه نطبقها. هي هيك وما بتمزح أبداً، بس كمان بتختفي فجأة وبتحسي حالك عايشة ببيت تاني وكأنها انتقلت. أنا برأيي إنها مرة باردة بس بحبها. تعرفي؟ أنا بعتقد إني بحب البنات الصعبين مثلك. هدول كتير تأخروا، وينهم لهلأ؟ وينهم؟ وينهم؟ ليكن جايين على الطريق. رح نعمل مستحيل كرمالك أخي علي. خبرتني إيجا. إيه؟ ماشي حال الجيتار شباب؟ الحمد لله، أنا عن جد واثق كثير بانه اخي علي رح يفيد. ليش في مشكله نحن ما بنقدر نحلها؟ بالحقيقه في وحده. شو هي؟ مو انا دقيت لك امبارح؟ امتى؟ لما كنت عم حل الوظيفه. ايه تذكرت. شو قلت لك؟ قلت حتى فيثاغورس ما بيقدر يحل سؤال الهندسه. بالحقيقه كان سؤال فيزياء يا ابني. ما بيقرا، ما بيدرس، شو اعمل له؟ يلا امشي، يلا خلونا. تعي لعندي. خلاص. احكي يا استاذ بكر، احكي والله رح تخليني جن. مو يا براك قالت انه في تقارب؟ ايه بس نحنا ما منقدر نفهم انه التقارب هو غير الاقتراب. مشان عالي لحتى الرجال يتذكر الغنية. ايه لحتى يتذكر، لحتى يتذكر، بس بيتذكر عن بعيد شوي، مو ممكن هيك يعني؟ خلاص بقى اوف يلا. طيب ليكي، في بالفيزياء شي بيقولوا له تقارب كمان، العدسة. يا براك؟ ممكن اني استعمل اقلام الشمع يلي هنيك؟ ايه عادي استعملها. ما في مشكلة؟ يا براك؟ نعم. بدي اسألك سؤال. اسأل. إيه بس قبل ما اسألك، أنت بدك تقولي لي شيء. مثل شو يعني؟ مثل أنت ليش خربشت عليها؟ هون كان في ورقة فوق هي، وفي حدا كان كاتب عليها، وهو عم يكتب شهادة القلم كتير،
وترك أثر تحتها. أنا خربشت عليها هلأ، قلت بلكي بلاقي قلوب بس ما لقيت شي. بلكي في حدا عم بيفكر فيني؟ إيه خربشت وشو لقيت؟ دقيقة بس. ليكي أنا لقيت قلوب صغيرة كتير، هي صغيرة لدرجة مبيني مثل النقط. يعني ليش هيك؟ يلا هات لقلك. هيك شو رأيك؟ ليش هيك عملتي؟ ها ليكن وصلوا. والله انه بينخاف منك يا اويا. والله بتشبهها كثير. ايه مو مبين انه بتشبهها؟ ايه مبين، انت طلعت كثير بتشبهيها وكانه هي. ايه حطيت لها ثلاث طبقات مكياج على وشها، حتى اذا لا سمح الله كانت رح تنكشف رح يكون صعب على الشخص انه يكشفها. بس اسمعيني انسه، نحن لازم نعمل هذا الشيء مع بعض ونحفظ، نعمله بالحديقه ممكن؟ باريش انت لقيت السماعات؟ لقيتهم. آنستي بدك تحطي السماعة. أو يا خانم أنا عن جد صرت بشبهها هالقد؟ فيكي تطلعي بالمراية وتشوفي الشبه. لا هذا ما أنا مكياج أبدا، هذا نسخ للوش. سامي فكرت. ايه شو فكرت؟ يعني مش الحال هلا؟ ايه لك كان مش الحال طبعا. ما عم صدق ابدا. عن جد فظيعه. في حديقه الباي بيلحن الحانه فيها دائما، وهنيك كان يلتقى بالست نرجس كمان، وهلا هو عم يستنانا حتى نلتقي فيها. تمام انا شوي وراجع. أنا أظن هذا الشيء ما مريحني أبداً، خصوصي إنه مع رجال غريب. يا أستاذ أنا بالأصل قلبي عم بدق كتير، أعطيني أعطيني من هذا المهدئ لشوف. يلا طيب خدي، شكرا كتير لكم على كل شيء عملتوه. ولو العفو. يسلم إيديكم. الله يسلمك. هوب هوب هوب. أنت شو عملتي لك نصوصة؟ شو عملتي؟ كله مشان علي، مو هي هي الحقيقة؟ يلا لنشوف، خدوا هالمصيبة الجديدة. قولي لي أنت منيحة يا أنسة؟ منيحة، ما رح يصير شي، ما رح يصير شي. يلا بنتي حبيبتي خبريني شو بيصير معكن. ايه مع السلامة. شكلك حابب تسألني سؤال، واللي هو انه انا ليش انقذته. ايه والله مزبوط. اولا ما حدا رح يشك فيني بعد هلأ، ثانيا صرت بطل بعيون حدا بحبه، ثالثا لو صار شي بالسيارة كان حدا شك فيني. والسبب؟ السبب انه كلهم رفقاته، وإذا ما حدا شك أكيد رفقاته رح يشكوا. مثل ما بتعرف علاقتنا ما كانت منيحة. فهمتني هلأ؟ أي فهمت. إن شاء الله بتشوفي على وشه الخير يا أنسة. اشتريتي قطعة غالية كتير، تفضلي هذا هو. عن جد شكراً كتير لإلك. العفو. سنان؟ شبك أنت منيح؟ أنا منيح منيح، شوي وبرجع. طيب ما بطول. سنان؟ خالتي جوليدا، أنا عم دقلك مشان علي. كيف وضعه هلأ؟ هو منيح؟ أنتوا بقيانين معه ما هيك؟ إيه بس أنا ضليت. طيب في حدا سأل عنه شي؟ يعني شخص ما بتعرفيه أو هيك شي؟ لا بنوب، ليش عم تسأل؟ كان واحد من رفقاتي عم يسأل مشان يزوره. طيب شو عملتوا؟ قدرتوا تلاقوا الغنية؟ رح نلاقيها، نحن رح نسمعها المسا مع علي إن شاء الله. كيف وضعه علي؟ هو فاق شي؟ لساته نايم. بس هو فيقنا كل هالسنين، اليوم بدنا ننتقم منهم لأنه هالموضوع خطير وما بيتأجل أبداً. إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله. يلا مع السلامة. شوفك المساء. سنان؟ منروح فوراً على الكافيه لحتى نعطي الجيتار لألباي؟ أول شي عنا شغلة صغيرة،
شو هي؟ تعالي بخبرك على الطريق، أعطيني هذا من إيديك. يلا تعالي. أنسي اسمعيني ليكي، أنا حطيت لك السماعات هون، لازم تسمعيني فيهم بس أحكي، وعلى كل حال أنا رح أحكي من موبايلي تمام؟ اسمعيني كتير منيح شو رح يصير هلأ تمام؟ الرجال بده يسألك وانت اسمعيني أنا شو بدي جاوبك ودغري بتحكي تمام؟ ما تنسي اسمعيني كتير منيح تمام. وهيك يا نصار؟ تمام ولو؟ تمام تمام. خلونا نبلش. انت ليش هجرتيني؟ ليش تركتيني ورحتي؟ أنا كتير ندمانة. تبهي ندمانة؟ خلي أدانك مع هون. بس انت ما سألتي حدا عني، احكي ليش؟ انت مين قالك هذا الحكي؟ انت كنت تحبي ألباي كرمان؟ ايه، دورت عليه بكل رجال العالم. وزخ انفصلنا بسبب أخوكي، ليش عمل هذا الشيء؟ لأنه وسيخ. بعيدي وراها، حبة برصيبة؟ انت وياه يلا كملوا. المشكلة إنه ما كان في عملة. لا تفكر بهي الطريقة يا روحي. شو عم تحكي هاي؟ هيك بكفي ما؟ أي تمام، إن شاء الله. يعني مو هيك يا نزان؟ سمعتها؟ طيب لكن لازم تكون موجود معها، هيك أحسن برأيي. طبعاً طبعاً، وهيك أنا برأيي كمان، بروح معها أول شيء. يا ريت يا أستاذي تكون معها، بعدين اخترع شي شغلة وهروب من هنيك لحتى تتركوا العشاء سوا شوي. يا ربي دخيلك بشو عم تمتحني يا الله. بلا ما نقول عشاء يا بنتي، بلا ما نقول عشاء مشان ما تتلف أعصابي تمام هيك؟ ما منقول، ما منقول يا أستاذي. إيش الرجال، قومي يا نصار. أنستي يلا حبيبي بترجاكي مشان علي تمام؟ تمام فزي. عندي، ما تقلقي. نزوصة مشي بقى. يلا حبيبي هاتي إيدك لهون. على مهلك شوي شوي. عطت إيلي. مرحبا يا بيك. يا مرحبا. أنا بكون صديق عائلة نرجس خانم يا بيك وإجيت معها اليوم ورافقتها اليوم لهون يعني. تشرفت بمعرفتك. أهلين. نرجس، مبين إنك تعبانة، كيف صحتك يا روحي؟ أنا جوعانة والله. إيه هي جوعانة، جوعانة للحب، جوعانة للطبيعة وللحياة، هيك بتقصد؟ قليلي، شو بدك أعمل يا روحي؟ أنت بس أمريني. سميت سند، سند، هي عم تدور على السند يا بيك، بدها تلاقي سند بهي الحياة لحتى يسندها، بتعرف أنت. آه يا نرجس. يلا رح خليكن لحالكن، تشرفت فيك يا بيك. وأنا كمان، الله معك أستاذ. يلا بخاطرك. مظلوم. هاتي إيدك نرجس، خلينا نقعد مع بعض. ما بقدر إنه ما أسألك، ليش رحتي؟ ليش تركتيني يا نرجس؟ بسبب وساختك. أنت شو عم تحكي؟ أنسي غلطتي، أنت رح تقولي أنا ندمانة كتير، ندمانة كتير، شو بك؟ أنا ندمانة كتير، عن جد يعني. كنت تحبي ألباي كرمان عن جد؟ اتركوا لهذا الغبي. ما فهمت عليكي. أخوكي فرقنا صح؟ ليش هو عمل هيك؟ أنا عرفت ليش، لأنه ما كان معي مصاري بوقتها، صح كلامي؟ أنا دورت عليه بكل الرجال. عن جد؟ غلطت تاني مرة. بس يعني كان منيح لو ما قالت هيك. تأخر الوقت. أنتِ ما حبيتيني أبداً يا نرجس. لك مين يلي اخترع هذا الحكي أخي؟ خربت كل شيء. أنتِ ما تغيرتي بنوب، لساتك نرجس اللي بتمزح، عن جد أنتِ ما تغيرتي، لهيك أنا بحبك كثير. لك 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 عم يبوس إيدها هالدب. هلا أنتوا كان في عندكم فرقة موسيقية بالجامعة، روك الأناضول. هيك كان اسمها؟ ماني متذكر. شو كان اسمها؟ شو كان اسمها؟ شو كان اسم الفرقة؟ دقيقة بس. ما في هيك شيء بالدفتر. أنسي ما أنا موجود عنا، يعني اخترعي لك شي شغلة من عندك. أنستي، قولي أي شيء من عندك، أي شيء بيطلع معك. يلا دبري حالك. إيه كان اسمها الفراشة على دنب الحصان.
نازال. لا لا، كان شيء أنقى بكتير. نقي كتير، نقي كتير يا أولاد، شيء نقي كتير عن جد. معقول إنه يكون شيء مثل الغول يا أولاد؟ أنستي قولي عن شيء بيشبه الغول، اخترعي لك شيء شغلة يلا. ليديون يمكن. ها ليديون، ليديون شو كانت أول غنية؟ أيوة. يلا منيح. في مصاري في راحة، 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 في مصاري في راحة. لهون بكفي، أنا رح أترككم هون لأنه صار لازم أروح. لوين رايح؟ يا الله خبرك بعدين ماشي؟ عن جد مانك معقول. وإنتي كمان مو معقولة. شوفكم بعدين. مبينين مناح إن شاء الله ينفع الحكي. أستاذي قلي أنت منيح؟ مضروب على قلبي بشو أعمل؟ سنان نحن شو عم نعمل هون؟ لسه بدنا نوصل الجيتار على الكافيه؟ عنا شغل مهم كتير. كون بحي أياز على الساعة 6، بشوفك هنيك ومنتفق. تعالي معي بسرعة. لك شوفي سنان، تعالي. لك شوفي احكي لي. استني شوي، اهدي استني. ليش هو ما اجا؟ قلنا لحتى نطمن. شو عرفنا ما تكون جايب الشرطة معك؟ مين هادي اللي مع باريس؟ ما بعرف، رح نفهم بعد شوي. ما كفتكم المصاري؟ غايتنا مو المصاري، الأمان. أفعالك مثل الفخ. بدك ضماني يعني؟ ايه بدي ضمانة. طيب معك شي مثل مفك أو سكين أو هيك شي؟ شو بدك تعمل؟ أعطيني. اهدي، ما في شي. بس انتبه، السكينة بإيد الولد بتجرح. يلا طلع موبايلك، طلع شوي، افتح الكاميرا، سجل، اختار هلأ هي ولا هي. هلأ واحد مثلك بده يسرق سيارة؟ عم تسجل ما؟ عم سجل. كيف شايف؟ مبين حلو ما؟ مشي حالة. قلت لي وهي كمان. اقتنعت هلأ ولا لا؟ ما اقتنعت. جيب لك جزدان هداك. وقف يا معلم، أعطيني جزدانك. بعد من الدم. أعطيني جزدانك. قلت لك بعد. أخ لك يا الله، ليش عم يضربه؟ ما بعرف. يلا نقلع. بدك جزدان كمان؟ اقتنعت هلأ؟ فيني فوت على هذا البيت وحتى الدكان كمان. خلاص تمام هيك بكفي. استنى استنى، لا توقف التسجيل، صور. أنا باريش أوزانسوي، حفيد سيدة الأعمال بلقيس أوزانسوي. تمام. وهي حفظت لك يا، إذا بدك أعطيه للصحافة وإذا بدك للشرطة. إذا أنا غلط معك بتغلط معي. اتفقنا؟ اتفقنا. هلأ لكان منتفق على التفاصيل. أخ إيجي. أخ في شي عضني بإيدي. ما بهدي شوي. أخ إيجي. اهدي اهدي شوي.
مسكي فيني، مسكي منيح. هو أكيد شافنا. ما شافنا. ما كان في داعي. كيف ما له داعي؟ مالك شايفة إيدك أنتي؟ أربيها شوي. عم توجعك؟ إيه. كيف إيدك؟ منيحة. سنان؟ شو اللي صار هنيك؟ ما بعرف، ما بعرف إلا إنه باريش عم يكذب على الكل. بكفيني إنه هذا الشيء ما يأثر على علي بنوب. شو علاقة علي بهذا الشيء؟ باريش كان عم يحكي شيء مع حدا على الموبايل مبارح. عن شغل بده إياه يكمل وهيك شيء. ولما سألته اخترع شغلات كيف ما كان. إيه طيب، لو كان بده علي يموت ما كان وصله على المشفى، مو شي غريب كتير؟ اي غريب، لو ما كان شي غريب ما كنت هلأ هون. كنت نمت قدام باب غرفة علي. تعالي لشوف، تعالي. انت منيحة؟ ايه منيحة. هن الايد بايد وعين بعين من كم ساعة، هالرجال ما رح يتذكر شي لحتى لك. اصبر شوي يا أستاذ، رح ينفع رح ينفع. ليكونوا رايحين، امشي امشي. يلا تعال. تعالي تعالي. ليكي ليكي طلعي. هذا طلعت نوايا عاطلة تماما يا براك. عمل لك يا براك، يا براك، أنت منيحة يا بنتي؟ لساته عقلك هونيك ما هيك بنتي؟ حبيبتي يا براك موجود، للمي قوة دفع، أنت بتعرفي، وكمان الدموع إلى قوة يا بنتي، يعني أي رجال عم تبكي كل هالدموع كرماله أكيد رح يقوم من نومه، ما في شك، ما تقلقي. الله يسمع منك. يا ترى باسا؟ لا لا أكيد ما عمل هيك. لطيف مع جيتارو، كتير حلو. يا رب خلي ينفع هذا الشيء، بترجاك كرمال علي. قالوا أجوز رح تم الإعلان عن النتائج بعد نص ساعة، جماعة الكل حتى نلتقي بالحديقة. تمام، سنان قريب من هون، نحن جايين. كفك. كفك. أنا عم بتذكر. بالحقيقة في شغلة.
شو هي؟ نرجس خانم. ما كانت هي. كيف يعني؟ وكيف اكتشفت هالشي؟ أول ما شفتها العيون نفس العيون، اللون نفس اللون، بس النظرة مو نفسها. إذا كنت عاشق بتفهم. نحن كتير منعتذر، ما كان بدنا نكذب بنوب، بس يعني مشان رفيقنا كرمال علي. لهيك أنا موجود هون وكرمال رفيقكم. لو ما بدي ساعدكم كنت ما ساعدكم، مع أنه بعرف أنه هي لعبة وأنتوا اللي عملتوها، بس حلوة عن جد. برافو عليكم. طبعاً علي كرمالنا كلنا وكلنا كرمال علي. أمتى بدنا نروح نعزف الغنية؟ فوراً. يلا يلا لكان، يلا ناخذ هذا كمان. يلا يلا شباب. رح يطالعوا من العناية المشددة بعد شوي، هيك خبرني الدكتور. خلاص أنا خايف كتير إنه علي ما يفي. علي رح يكون منيح، رح يكون منيح، بوعدك بوعدك وساق فيني. إيه يلا يلا. يا ترى بيلبق لك هذا الشيء؟ لا ما بيلبق لك. يلا قوم يلا، بوعدك إنه رح يتحسن. يا شباب تعالوا شوي، تعالوا. لهون وبس، خبرنا لشوف. اهدى شوي، شو هاد؟ شو عم بصير سنان؟ يلا احكي. شو هاد؟ كان عم يقول على الموبايل الشغل الناقص رح يكمل، انا لحقته فاجا لهون. هداك الرجال يلي التقى فيه لو كان حدا من النشالين كان نهاك من زمان كتير. احكي ليه ساكت؟ كل شيء رح تحتاجه بالغرفة اللي على يمين الاستعلامات بالطابق الأرضي. شغلتك انت. بكفي انه تضغطي على الزر اذا احتجتي اي شيء. شكرا كثير لك، هذا واجبنا على العافيه. تسلمي. اذا بدك تحكي مكالمه هون بالغرفه ما في تغطيه. عم تحكي جد؟ مع الاسف. طيب تفضلي. مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا اول يوم بداوم وتخربط مخي شوي. غرفه علي اغلو، فيكي تشوفي لي قدي رقمها؟ طبعا رح اشوف لك اياها فورا، تكرم. الغرفة رقم 311. شكراً إليك. أهلا وسهلا. أنسب وقت هو بعد ما ينقلوا المريض على الغرفة، بيكون عنده شخص واحد من عيلته لفترة. بعتلك صورهم كلياتهم.
إذا حدا منهم طلع من الغرفة يجرب حظك، بس انتبه منيح، رفقاته ممكن يسببوا مشكلة، رح حاول خليهم بغرفة الانتظار. لا تخرفوا يا شباب، بما أنه كان رح يقتلوا لكان ليش حتى ينقذ حياته؟ مشكلتي مع هالرجال شي شخصي، ما له علاقة، ما بتعرفوا للرجال حتى. شفتوا شي تاني كمان؟ أنا حابة أسألك عن شغلة مهمة. كنت أنت وعالي لحالكم بالعناية المشددة، أنت شو كنت عم تعمل هنيك؟ الله بيعلم شو كنت بدك تعمل له أنت. جوك هان استنى شوي، خلينا نسمع اللي عنده. كمل حكيك، خلصنا. ليش عم يحكي هو؟ يمكن أنت لحقته بآخر لحظة. اللي بسرعة، أنت شو كنت عم تقله؟ شاهد على روحه. ولا حركة. لك يلا قوموا لنروح يا أخي، في رجال عنده بالغرفة. أنا ما عم بفهم شي. بنوب يلا اهدوا شوي وقعدوا لحتى نحكي، لحتى أخبركم، بس اهدوا شوي. خالة جوليدا، هذا بس عم يخلينا ننتظر. علي لحاله. اركضوا اركضوا بسرعة. يلا اهدوا شوي يا شباب. تذكر هالوش منيح، رح ترجع تشوفني. منتواجه. ايه منتواجه، انا ناطرك. يعني انت هلا شو عم تحاول تعمل؟ وشو مشان المكالمات؟ شو كنت بدي أعمل؟ معقول اتركه هيك؟ الرجال ما رح ياخد جزاته. شو كان بدك ياني أعيش طول حياتي بعذاب الضمير؟ قلي. انت وين لقيت هداك الرجال؟ وين؟ قصة الدفتر الفاضي، عرفت العنوان من يابراك ورحت لهنيك. الشخص يلي طعن علي وقع موبايله. علي! بعدها أنا شفت علي وكان كله دم، وهنيك خلصت القصة. كان فخ واضح، ما كان رح يصدق، وأنا تصرفت بطريقة ذكية. أنا بعرف إنه عم تتساءل يا ترى هاد فخ ولا مؤامرة، بس لا تخاف، ما في هيك شي بنوم. وهلأ خلينا نحكي، عادونا نحن الاثنين هو نفس الشخص، وما كان عندي أي حل تاني لحتى أكسب ثقته. الشي اللي عملته بالشارع كان لعبة، سيارات سيارات الشركة والبواب كلها مفتوحة، أنا شو بيعرفني افتح سيارة؟ شو مشان هداك الشاب اللي ضربته؟ هداك الشاب رفيقي، أنا وجعته كتير والله، اللي صار كان عيب. وأنا كمان حكيت مع أصحاب البيوت بالحي، ولو قال لي فوت على أي بيت كنت رح فوت. غرفة علي أغلو، فيكي تشوفي لي قد إيه رقمها؟ طبعاً رح شوف لك إياها فوراً، تكرم. الغرفة رقم 311. شكراً إليك. أهلا وسهلا. المشتبه فيه هون سيدي.
حضرتك ليش ما خبرتنا بهالشي؟ وشو كان رح يصير لو خبرتكم؟ كنتوا رح تعملوا شي يعني؟ ما كنتوا رح تخلوه يطلع من هون. تاني شي انتوا بتشكوا بكل شي. طيب لو شافكن الرجال ودخل على غرفة علي عن جد، لو خاف الرجال منكن وعمل شي لحدا فيكم، اللي كان لازم يعرف كان بيعرف كل شي وعمل يلي لازم ينعمل مثل ما شفتوا. عندكن سؤال كمان؟ هو معه حق يا أخي، معه حق. باريش، لا تواخذني إني تصرفت معك هيك، بس أنت خبيت علينا. خلص ما صار شي ولا يهمك. وأنا ما كنت بعرف، يعني هالمجرم فات على السجن بفضلك أنت وبتهمة شروع بالقتل كمان. شكراً لك. لسه متضايق مني؟ متشكرك على اللي عملته. هلأ هذا الحكي منيح، بس لسه في شغلات ما استقرت بمكانها. مثل شو؟ انت شو كنت عم تقول لعلي بالعناية المشددة؟ شي مهم بقدر أهمية ستو وأهمية الموسيقى كمان. ما راح تروح لمكان يا علي، نحن بلشنا عن جديد. أنا ما بحب الربح هيك. أنا هلأ راح أقول لك شي يا رفيقي، حتى لو كنت ما راح تسمع، لازم ترجع من جديد. إذا لا سمح الله رحت هلأ، فبتكون عم تترك يا براك يا علي، وأنت مانك جبان يا رفيقي، وراح تروح لأي مكان ولا مكان. باريش؟ طبعاً إذا كنت بتتجرأ. وقتها قلت له إذا ما كنت جبان بتضل. بس هيك يعني؟ بس هيك. هلأ خلص الامتحان الصغير وبلش الامتحان الأكبر. علي، علي أنا أجيت. يلا فتح عيونك يا عيون ستك أنت. أخي الباي. علي، علي قوم يا ابني، يلا يا روحي. كلياتنا اجينا لهون كرمالك. نحن ما فينا بدونك يا اخي، يلا. يلا يا اخي. يلا يا ابو ضهي انت. بترجاك تفيق يا علي. علي. علي ابن. علي
لك اياها. وقعتي قبل شوي عطوقي. Yavaşça durdum, fark ettim.